طلائع الخريجين تتدفق إلى ساحة العرض في مظهر رصين يقض مضاجع الظالمين. هذه الصور من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية قبل 7 سنين، عندما كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا ما يسمى جيش الإسلام. بالأمس كان كثير من الناس مستيئس، واليوم بعد الله العمل. هي حقبة سوداء انتهت بمقتل قائد تنظيم زهران علوش. توالت الأحداث وخرج مقاتلو الميليشيا من دوما والغوطة بتسوية كبيرة، وأعاد الجيش السوري بسط سيطرته على المدينة. اليوم انقلب المشهد وأصبحت دوما أكبر تجمع انتخابي للرئيس السوري بشار الأسد في ريف دمشق. أنا من دوما يا الرئيس الأسد بعتب لك، أنا من هون بعتب لك ملكنا وأمير على الصبايا والشباب. وبعدما غابت المدينة عن المشهد في انتخابات عام 2014، شهدت دوما تجمعا جماهيريا حاشدا حضره الآلاف دعما وتأييدا للاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات رئاسة الجمهورية. وغلبت على التجمع صور الرئيس الأسد وحملته الانتخابية، وأقيم حفل أحياه الفنان اللبناني أيمن زبيب. كان ينظر إلى دوما على أنها بيضة القبان في الثورة السورية قبل عسكرتها وبعدها، بحكم موقعها الجغرافي الهام، وشكلت خسارتها الهزيمة الكبرى للمعارضة السورية. المدينة التي تسمى عروس الغوطة الشرقية كانت قبل الحرب من بين أكثر المدن السورية تنظيما ورقيا، بما فيها العاصمة نفسها. أما اليوم فتغلب على المدينة والغوطة عموما مشاهد الدمار والمأساة، ولا تزال تلملم أثار الحرب والخراب وتعود إلى الحياة تدريجيا. الأمل بيصير بالعمل، ودائما العمل والأمل مربوطين ببعض. الأمل بالعمل هو عنوان الحملة الانتخابية للرئيس السوري بشار الأسد، وقبيل الموعد المحدد للانتخابات داخل سوريا في 26 أيار عمت المهرجانات الأراضي السورية، وهو مشهد فولكلوري معتاد في سوريا منذ عقود. تجري هذه الانتخابات في ظل تغيرات إقليمية ودولية وسيطرة الجيش السوري على معظم الأراضي السورية، ويبدو أن الرياح تجري لمصلحة الدولة بعد الحراك السعودي تجاه دمشق. ومن يعلم، ربما تكون السعودية هي نفسها من سيعيد أعمار المدينة. صدام حسين، قناة الجديد.